نشرح درس البرسنتج. برسنتج يعني نسبة مئوية. يعني ايه نسبة مئوية؟ هي بعبر بيها عن نسبة الحاجة اللي انا مهتمة بيها. يعني مثلا لو عندي فصل فيه بنات وصبيان 20، مثلا 10 بنات و10 صبيان، يبقى انا بقول نسبة البنات 50%، طيب، ونسبة الصبيان 50%، لان هم عددهم متساوي. علامة البيرسنت اللي هي بعبر بيها عن النسبة المئوية دي. طيب انا عندي هنا في الاشكال، انا ممكن اعبر بيها عن اشكال، زي مثلا المربع ده متقسم 100 مربع صغير. 100 مربع صغير دول منهم 75 مربع متظللين و25 مربع مش متظللين. عشان اعبر عن نسبة المربعات المش متظللة اللي هي دي، بعمل ايه؟ بجيب عددهم اللي هم 25 على العدد الكلي للمربعات سواء متظللة او مش متظللة. يبقى انا قلت 25 على 100، هي 25%. الدايرة نفس الكلام، الدايرة متقسمة 4. علشان اجيب نسبة المتظلل اللي هو الكحلي، يبقى انا عندي 3 متظللين، يبقى 3 على 4، 3 على 4 اللي هي 75%، او نسبة اللي مش متظلل 1 على 4 اللي هي 25%. مسألة 35 من 100 هحولها الاول لكسر، اللي هي 35 على 100. خدنا قبل كده بنحولها ازاي، في 100%، يبقى الرقم العشري هضربه في 100%. هنا 100% هتطير مع 100، هيديني 35% على طول. يبقى 100 هتطير مع 100 اللي في المقام، يديني 35. طيب 1 و1 على 20، 1 و1 على 20 هي 21 على 20. حولتها ازاي؟ هضرب الرقم الصحيح في المقام واجمعه على البسط. 1 في 20 على زائد 1، يبقى 21 على 20. علشان اسهل على نفسي ان انا اضرب الرقم 21 على 20 في 100، هحاول اخلي المقام هو كمان 100. عشان يبقى المقام هنا 100، يبقى لازم اضربه في 5، وعشان ضربت المقام في 5 يبقى لازم اضرب البسط في 5. يبقى انا عندي الناتج هيطلع 105 على 100، واضربه في 100 تاني عشان احوله، هيديني 105%. المسألة الاخيرة 11 على 125، قلنا هنحول المقام لمية او رقم يبقى سهل ان انا اطيره مع 100%. يبقى 125 هضربها في 8 علشان تديني 1000، وهضرب البسط هو كمان في 8، يبقى 88 على 1000. 88 على 1000 في 100%، يبقى هنا 100 هتطير مع 0 من هنا وزيرو، يبقى هيتفضل لي 10 واحدة بس، يبقى 88 على 10. 88 على 10 علشان اقسم على 10 او مضاعفات ال10، يبقى بحرك العلامة للشمال على حسب عدد الاصفار. 10 فيها 0 و1، يبقى هحركها مرة واحدة، يبقى 88 من 10%.